السلام عليكم خوتي خواتاتي، كي دايرين؟ اش اخباركم؟ كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير، وكنتمنى يلقاكم هذا الفيديو في احسن الاحوال وانتم كتشاهدوا الفيديو ديال هذا النهار. اهلا بضيوف قد جاءوا، فبدوا كالنهر المنسابي، جاءوا للحفل على شوق، فجزهم الجنة يا باري، فجزهم الجنة. اليوم غادي نشارك معكم اش كانوا الجاد، وكنتمنى البارطاج من عندكم، البارطاج ما تنساوناش من البارطاج. المهم كانوا جد الحلوة لواحد المناسبة، فرحانة بهذه المناسبة بزاف. المهم غادي نشاركها معكم، غادي نقول لكم الحلوات اللي صايبت. الصراحة اختكم راه ما فيها اللي يجي ماشي حلوة، زعما ندير شي حلوة اللي غادي نزين، راه الكاكاو راه الشوكولاتة راه كثير ما سميتو ماشي، ما عنديش الحمد لله، ما عندنا ما خصنا الحمد لله وشاكرينو، ولكن كاين البرد صراحة كاين البرد، واختاريت شي حليوات هكا باش نشاركهم معكم، وكنتمنى يعجبكم الفيديوهات اللي غادي نشارك معكم، حيت إذا بغيت ندير فيديو واحد خصني ندير فيه، المهم غادي تكون في ديك 30 دقيقة، 30 دقيقة راكم عارفين، راه 10 دقائق بركة عليكم، فما كنبغيش نكثر عليكم، واخا يكون في الروتين ولا شي حاجة، ما كنبغيش نطول عليكم 10 دقائق، الله يجعل البركة، ملي كتفرجوا ليا في هاد 10 دقائق الله يجعل البركة، تنقول لكم مرحبا بكم وألف مرحبا، الناس اللي عاد التحقوا بالقناة ديالنا تنقول لهم مرحبا بكم، وكنقول للناس اللي كانوا معنا شحال هادي الله يرحم ليكم الوالدين، الله يجازيكم بخير، والناس اللي تيسولوا على اختي سعدية راه الحمد لله ولات لاباس الحمد لله، حالتها تحسنات من ديك الحالة اللي دازت فيها الحمد لله، إوا الحمد لله على كل حال هادشي اللي غنقولو. وتبعوا معايا الفيديو، كنتمنى يعجبكم الحليوات ديالنا اللي صايبنا انا وصحاباتي، الله يجازيهم بخير، الله يكثر خيرهم، صيفطت لهم ميساج قلت لهم اودي شنو كاينه شنو كاين، راه بغيت نوجد شي حلوه، قالوا لي اودي على راسنا وعينينا مرحبا، وجاو ودرنا الحلوه، درنا داكشي اللي قسم الله، اختاريت شي حوايج اللي ما غاديش نحتاج فيهم كما قلت لكم التزيين، راكم عارفين التزيين عاوتاني يجي بيه الروينه والبرد وسميتو، صافي قلت بلا ما ندير شي حاجه اللي فيها التزيين، غادي ندير نيت الحلوه عاديه سامبل هكا، ونتمنى تعجبكم، هادشي اللي كاين، يلا تبعوا الفيديو حتى للاخر، ما تنساوناش من لي لايك والبارطاج، والله يجازيكم بخير كاملين من داخل الوطن وخارج ارض الوطن، الناس كاملين اللي كيتفرجوا في قناه زينب وسعديه اوكسي، كنقول لهم الله يرحم لكم الوالدين، الله يجازيكم بخير، وما تنساوناش من لي لايك ديالكم، وتهلاو في ريوسكم وتبعوا الفيديو. ايوا هنا غادي نبدا معكم المقادير ديال الحلوه ديالنا، انا درنا 7 ديال البيضات، ولكناش من بيضات ديال الحمام تقريبا، مهم صغارين بزاف، داكشي علاش درت 7، اما في المقادير ديال هاد الفقاس ديما كندير 6، وكنهز داك الصفر وتنخلي سميتو، ايوا هادشي اللي كاين، كنخلي داكشي الاخر، ايوا صافي هنا درت 2 كيسان ديال السكر كلاصي، عبرت بكاس ديال العنبه باش اللي باغي يقسمهم، يدير 3 د البيضات ويدير سميتو كاس ديال السنيده ولا كاس ديال السكر كلاصي وديال الزيت، هنا كتحيد نعيمه هذيك النقطه اللي كحله اللي كتكون في البيض، وانا درت ليها الجنجلان ودرت ليها النفع طحنته باش ما يجي كبير بزاف، هرستو شويه والدقيق حسب الخليط وقبصات ملح ما نساوهاش، وجوج خمارات حمرين، ايوا صافي ها العجينه ديالنا كتحرب العذابة ناعمه، قسمتها على 6، انا درت هنا شويه ديال الحليب ومع داك الصفر ديال البيض،
ايوا غادي نخلطهم وغادي نزيد ليهم شويه ديال الخل باش الخل يحيد ليهم داك الزفوره ديال البيض. ايوا هادشي اللي كاين وصافي. انا غادي ندهنو هاد الفقاص ديالنا وغادي نخبشوه بالفرشيطه ولا ما عرفتش شنو سميتو. المهم راكم كتشوفوا كلشي في الصوره. ما بغيت نفكروا ولكن مشى ليا. المهم غادي ندير لهم داك الخطوط بالفرشيطه راكم عارفين. وصافي هنا غادي نعطي لنعيمه تكمل ليا هذا حيت ما وصلتوش. وغادي نشد الفرشيطه وغادي نكرط هادو بالفرشيطه. ها هي جات ليا نكرطهم بالفرشيطه. ايوا صافي ملي غادي نكرطهم بالفرشيطه غادي ندخلوهم للفران يطيبوا ونتلاقاو باش نقطعو تاني. وراكم عارفين صافي. ايوا هنا من بعد ما حيدنا الطاوله الاولى من الفران درت عليها واحد الزفاز خليته واحد شويه واحد ما كاملاش نص ساعه. ايوا صافي قلت لنعيمه راه نجربو الا كيتقطع ليا مزيان راه غادي نقطعو هكاك. ايوا الا باقي فيه باقي كيتهرس ولا شي حاجه نزيد نصبر شويه. ولكن صراحه جيت لقيته راه كيتقطع ليا مزيان صافي قطعته نيت. انتما كتشوفوا الفقاص ديالنا هاد النهار صراحه جاني زوين ماشي بحال هذاك ديال ديك الوقيته فاش كنت درتو وشاركته معكم وتحرق ليا. وهذا صراحه جا واعر تبارك الله ما شاء الله جازين. ايوا هاد البنت اللي عاونتني والبنت الاخرى اللي عاونتنا الله يجازيها بخير. المهم صحباتي فاطمه ونعيمه راكم عارفينهم الله يجازيهم بخير. ايوا نتوما شوفوا الفقاس ديالنا تبارك الله ما شاء الله. ايوا هنا حمرت الفقاس ديالي عمرته في هاد الطاوه ما جبت لا التفصيل باش نوريكم الشكل النهائي لا حتى حاجه. وريت لكم نيت الشكل النهائي ديال الفقاس ديالنا في الطاوه. هانتوما كتشوفوا الفقاس ديالنا صراحه جا زوين ما شاء الله ومقرمل. المهم غنشكر راسي ونشكر صحاباتي اللي عاونوني في هذا الفقاس. المهم لا صراحه جا زوين. ايوا المهم دابا غادي ندوزو باش نصاوبوا البهله ولا الغريبه. عندي هنا واحد شويه ديال الزبده حتى هي واحد 200 غرام. عندي جوج كيسان ديال السنيده واحد ديال سكر كلاصي واحد ديال السنيده. ودرت هنا كاس ديال الجنجلان وغادي ندير كاس ديال جوج كيسان ديال الزيت. وغادي ندير اش غندير الاخر قبصات ملح نسيتها. هنا راه تحرقات لينا شويه ديال الحلوه مع كنا كنخلطو. هنا الكاس ديال كاس ديال الكوك والدقيق حسب الحاجه الدقيق حسب الحاجه وجوج خمارات حمرين حتى هما. ايوا غادي نخلطوها مزيان. هنا راه صاحبتي نعيمه اللي خلطاتها. ها الفقاس كانت شيما يلاه حيدات ليا الطاوله الاخرى حمرناها. ايوا هذا مكان هانتوما كتشوفوا البهله ديالنا. انا كقصتها قلت لنعيمه راه مازال شويه قاصحه. ايوا زدنا ليها شويه ديال الدقيق. صراحه الدقيق ما كنحسبوش حنايا بالغرامات ولا بالكيسان كنديروا نيت عينا ميزاننا حتى نحصلوا نيت على القوام ديال العجينه ديال الحلوه وكنبداو نكوروها. هانتوما راه هي كتكون ديما قاصحه شويه على الحلوه الاخرى. انا كنوريها لكم هنايا وانا كنكورها. المهم غادي نكورها ونوريكم تاني الشكل اللي درت ليها في التكوار. ها هي الحجم زعما ماشي الشكل. انا قلت لكم راه الطاوه ماشي وسخ هذا راه غير تحرقوا حيت هاد الطاوات عندي شحال هادي اكثر من 6 سنين اكثر من 7 سنين كانوا عندي قبل ما ندير اليوتيوب قبل ما كنعرف شنو هي اليوتيوب. ايوا صراحه ما بغيتش نبدلهم. ايوا صافي نلحهم باش نشري جدادين ما جاش راه بقاو عندي شحال هادي. ايوا المهم هانتوما كتشوفوا الطاوه ديالنا كملناها. دابا غادي ندخلوها للفران والغريبه ديما راه كنحطوها لتحت عاد نطلعوها للفوق. ايوا دابا نوريكم الشكل النهائي ديالها حتى هي. ها هي
شكلنا ايديا الغريبة ديالنا هي. وكنتمنى يعجبكم هذا الفيديو وتبارطاجيو هذا الفيديو، راه باقي فيها الخير، غير زربت الدهنة بقى صافي. بغيت نوريكم الشكل ديالها، ها هي كما كتشوفوا. وبسلام عليكم، وتبعوا الفيديو الجاي فيه شكلات اخرين ان شاء الله.